فهم بحاجة إلى المال، حالة الناس يعني كرب. خلال 5 سنوات، ما أقولش إن قبل 5 سنوات، قبل 2011 كانت رغد، كانت أفضل 20,000 مرة من اليوم، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. تذهب بمالك من هنا لا داخل المهرة، إلى داخل حضرموت وأنت آمن، الوقود موجود، البترول موجود، الغذاء موجود. كنتوا تصيحوا على ريال يرتفع في سعر الديزل ولا في سعر النفط، قامت المظاهرات. والآن 200%، 2000%، يعني ولا شيء، صابري. الحرب، الحرب. أنت قلتوا ارحل يا علي عبد الله، رحل وسلمت السلطة بقناعة، ما سلمتها تحت أمرة عبد المجيد الزنداني وغيره. أنا رحلت حرصا على عدم إراقة الدم اليمني، لأن الدم اليمني غالي، على عدم تيتيم الأطفال وأرملة النساء. أنا رحلت من السلطة، نعم، ما رحلتني، ما كانش أكبر شأن برحل علي عبد الله صالح. ولهذا علي عبد الله صالح موجود على أرض اليمن ثابت مع هذه العشيرة الكبيرة، مع هؤلاء الرجال، مع الأطفال، مع النساء. أنا ثابت معكم، حياتي بحياتكم ورأسي برؤوسكم.